مصطفى بس الباب مساء المحبة والورد والطيبة على عيونكم متابعينا متابعين صياغة جودي، تحية طيبة لكم، إن شاء الله تكونوا بخير والصحة والسلامة يا ربي على طول. شخباركم إن شاء الله تكونون بخير. طبعا صان كم يوم إحنا مفاتحين به من يوم الجمعة، هي آخر يوم يوم الجمعة، يعني كلش مشتاقين لكم. شكرا. أول شيء أنا محضرت لكم اليوم بضاعة جديدة، يعني في شيء مو طبيعي، بضاعة كلش حلوة وراح تعجبكم. وجزء من البضاعة اليوم أنا لابستن لكم، شوفوا لي إياهم وش راح أشوف لكم، لا وزن لا سعر، راح أشوف لكم يوم أول شيء. فاليوم البضاعة اللي واصلتنا روعة تجنن، يعني حضروا موبايلاتكم، حضروا السكرينات، جهزوا أموركم قبل أن نبدي بالبضاعة، لأن البضاعة تفوتكم إذا ما أخذتوا لها السكرين، إذا ما شفتوها. أول شيء صعدوا من البث، لأن البضاعة راح أعرض لكم يوم، يعني من قد ما حكيت فيها أنا عن نفسي أنا عاجبتني ترى، بس بعد ما أدري، بس أكيد لا شنو ما أدري، أكيد تعجبكم شنو ما أدري. فأول شيء نبدي بيه أعطيكم سعر الذهب، عنواننا على مود اللي دا يسأل. مساء الورد على عيونكم الحلوة، مساء النور. أول شيء نبدي بيه اليوم الذهب 335 نبيع و325 نشتري من عندكم، ماكو هيجي السعر مو؟ نكمل. إجورنا أرخص إجور على مستوى العراق، إجورنا يا فقط 4000 على غرام. عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، عندنا خدمة توصيل لكل محافظات العراق من الشمال للجنوب. دلوا الخفاجي ايش سعر القلادة اللي لابستها؟ راح نبلش سعر القلادة واسعار البضاعة الجديدة، بس اول شيء صعدونا البث على مود اعرض لكم البضاعة. انا هسه راح اعطيكم اوزان واسعار الشغلات اللي لابستهم اني، بس صعدونا البث على مود اعرض لكم البضاعة الجديدة، تمام؟ اول شيء انطوني وزن القلادة. طيب 105 و810. شقد؟ 105 و810. بس بلا زحمة اريد قصاصة على مود اكتبهم لا انساهم، لازم كل ساعة راح اقول لكم. عليكم السلام حبيبي، شلونك؟ الله يعزك. 105 و810. هسه انا اسوي هسه 105 105 و810. من 110 القلادة سعرها 7,510,000. 7,510,000. مساء الورد على عيونكم، اهلا وسهلا بكم. شنو ايش رايد تقول؟ قول ما طول بعدني ما بادي. اخذوا شغلاتكم وروحوا. تمام. شنو القلادة؟ القلادة سعرها 7,510,000. يمكن بالمحبس هاي 1800. 1800 لا انتظر بعدهم ترى راح نسوي الساعه حبابي راح يرجع يشمت بيها ترى. فشوفوا لي هذا المحبس، شوفوا الجمال، شوفوا ايش قد حلو، شوفوا شكله، شوف راح اشوفكم انا، بس اشوفكم اعطيكم اسعار ترى. شوفوا شكل المحبس شلون جمال، وفد شيء روعه يجنن. نشوف وزنه وسعره، كنت ناويه ما اعطيكم سعره ولا وزنه لحد ما تصعدون البث، بس لا كلش احبكم لازم اعطيكم سعر ووزن. 18 غرام و310 سعره 1,300,000، السعر 1,300,000. ايش قد اجور الصياغه بدون زحمه عليك؟ صياغتنا فقط 4000 على غرام. وتحياتنا لكم ولحضرتكم، وتحياتنا لكل متابعينا، اشكركم. فاليوم شويه شويه صعدوا لنا البث ترى، مو هيك على مود اعرض لكم البضاعه، يعني والله بضاعه تفوتكم وكلش حلوه.
سنو وايت عندي 10,000 اريد اشتري القلاده، تبقون تطلبوني 7 ملايين عادي اخذها بالقسط؟ زين ليش ما تعوفين العشرة؟ انطينا سوا عوف العشرة. فراح نبدي انا انطيتكم سعر المحبس، تمام. هسه سعر الملاوي، شوفوا ذولي الملاوي، خل اشوفهم لكم من كل الجهات، شوفوا شقد حلوات وشون جمال. نشوف الوزن والسعر، طبعا ذولي اذا انزعهم مشكلة، ذولي وزنهم اي 33 غرام و 980 زائد 33 غرام و 30 اثنين اوتهم وزنهم 68 غرام و 110 سعرهم 4,835,000. السعر 4,835,000. القلادة الصغيرة اللي لابستها تجنن، ايش قد سعرها؟ سارة حبيبتي هاي مو قلادة صغيرة، هذا هو كرسي جابر، هذا هو كامل، يعني كامل، بس هاي القطعة القطعة تصير خناقة على الرقبة، والقلادة نازلة كلها كرسي جابر. فنبدي اليوم هسه شنو؟ هاي القلادة على مود لا انساهم. اول شيء القلادة وهاي الملاوي، الملاوي 68 غرام وزنهم، 68 وزنهم و110 سعرهم 4,835,000. اما هذا كرسي جابر فسعره 7,515,000، 7,515,000. التراتشي ما كتبت لي التراتشي، والله حقك مخليته عن يدلي. اي عمري ماس شلون اربح حبيبتي؟ يعني اول شيء جاء العفو المسابقه هي انتهت، بس ان شاء الله انتظريني بالايام الجايه، عندنا هواي مسابقات لكم. و 16 مستحيل. اي لا وينك 16؟ شلون وينك 16؟ شو 16 غرام يعني انزعهم وزنهم؟ لا لا عفوهم 16 غرام. اخذوا له سكرون بعدين اعطيكم سعرها. تمام تقول 16 ما اعتقد، يعني ما بثقوا يعني كلامي تقول 16 ما متاكد. قول على المية طبعا خلنا نسوي هالشكل، والله طبعا طالع لهم بالمقلوب يا اول شيء. المهم انا المهم اني طبعا انا هو يقول مو 16 بس انا اقول لكم 16 ونشوف. تبين خفيفه ما اعتقد 16، على العموم ورقبتنا نعطيكم. شوفوا شوفوا لي اياهم، اذا تحبون خذوا لهم سكرين على مود نشوف من الكلام صحيح، دزوا لهم على الخاص ونشوف صحيح 16 ولا مو صحيح. فهسه نبدي بعرض البضاعة الجديدة، تحضروا قولوا يا الله، وراح أبديكم البضاعة الجديدة كلش كلش حلوة وراح تعجبكم إن شاء الله. نبدي بمن هسه؟ اليوم أني بس بلا زحمة ممكن الباب لأن على مود طبعا اليوم أني حابة أبدي لكم بالتراتشي لأن صار مرتين أني يمكن طالعة بث وما عرضت لكم تراتشي، فاليوم أول شيء راح أبدي وسألوني هواي على التراتشي، فاليوم أول شيء أبدي بي هو التراتشي. فنبدي ممكن أريد هواي طلبت أني مو اليوم، مو هواي طلبت والله هواي طلبت أني حاسة. اللي دا يسأل اللي دا يسأل على المسابقة، المسابقة هي كان آخر يوم يعني أعلنا به الفائز هو يوم الجمعة اللي فات، بالأيام الجاية إن شاء الله راح عندنا مسابقات وجوائز قيمة همات، يعني انتظرونا بالأيام الجاية هواي مسابقات محضرين لكم إن شاء الله. شمعة أمل، المحبس إيش قد سعره؟ حبيبتي هذا المحبس يعني راح أظل كل ساعة أقوله فراح أكتبه لكم. تمام شكرا. راح اكتب المحبس لكم على مود يسال على السعر بسرعه. اقول سعره اول شيء هو وزنه 18 غرام و310 هاي اكو 14 سعره مليون اي اي هذا الصدق. زين انت ليش قدام البث تقول لي صحيح طلع مو 16 14 غرام؟ 14 غرام التراتشي 14690 هذا مكان المحبس طبعا.
زين ليش هي شبكة جني تقول لي قدام البيت قدام العالم؟ شوف شلون سارة علي حجولة اكو كل شيء اكو كل شيء تردون موجود كل شيء بنفسكم تلقوه عند صياغة جودي ماكو شيء ما متوفر عندنا حتى الاشياء اللي ما متوفرة تقدرون تطلبوها ونحضرها لكم ثاني يوم اليوم اللي طلبتوه ثاني يوم نجيبها لكم وتدللون التراتشي الوزن مالتهم اللي قاله صادق طلعت انا شذب يعني وزنه 14 غرام و690 يعني سعرهم 1,045,000 اما المحبس نسيت اكتبه هو 18 غرام و310 سعره 1,300,000 تمام القلادة اللي لابستها ايش قد سعرها؟ سعرها 7,515,000 هسه نبدي بالتراتشي اللي محضرتها لكم من البضاعة الجديدة فانتو منتصر ايش قد الاجور؟ اجورنا هي فقط 4,000 على غرام سعر الذهب 335 نبيع و325 نشتري من عندكم ايمان ايمان كوين حبيبتي ايمان القلادة اللي لابستها سعرها 7,515,000 شوفوا لي ذولي التراتشي شوفوا ذولي التراتشي طبعا هاي التراتشي متوفر من عدها سوار وعقد مو تمام تمام متوفر بيها سوار وعقد راح نشوف الوزن ونشوف السعر وزنهم 8 غرامات و430 سعرهم 600,000 النور بوجودكم اشكركم انتم اللي منورين ذول التراتشي سعرهم 600,000 نشوف الموديل الثاني طبعا مثلهم بس شويه طبعا هم نفس الشيء اي نفس الشيء دولي بس الاوزان تختلف هاي صغيره ديك اللي عرضتها لكم كبيره شوفوا لي هاي التراتشي طبعا هاي بعيده شوفوا لي دولي التراتشي اللي تعجبه اي قطعه ياخذ لها سكرين ويدزناها على الخاص ندز لكم تفاصيلها طبعا التراتشي راح اعرضها لكم بشكل مختصر على مود نلحق على باقي البضاعه فلا راح انطي لا وزن ولا سعر للتراتشي فاللي تعجبه اي قطعه من التراتشي ياخذ لها سكرين ويدزناها على الخاص على مود نلحق نعرض لكم باقي البضاعه. شوفوا. زين عندي فكره أي. نعرض مثلا ترشيه ونعرض محبس. نعرض ترشيه ومحبس؟ تمام خوش فكره. نرضي جميع الاذواق. ماكو مشكله. شوفوا. وانطي سعر التفاصيل يا خبر ها انطي مو اكو ناس راح يقولون كافي تراتشي ريد محابس كافي محابس ريد ملاوي نطلع ملاوي تراتشي ومحابس تمام سوي لهم ميكس مو تتدللون فهسه محابس وانا البسهم ايدي مشغوله شوفوا لي هذا المحبس شوفوا شلون جمال يعني فد شي محبس كلش حلو نشوف الوزن والسعر علي طبعا علي جذبني تعليقه كلش هي وين هالرواتب وين هالرواتب هاي كم مره اني طالعه يعني بدايه الشهر بوسط الشهر بنهايه الشهر شو كنت تاخذ الراتب فدوا بس فهموني يعني شو كنت الراتب رفعوا قضيه رفعوا قضيه والله اذا لا بدايه شهر ولا نهايه الشهر 540 وزنه 7 غرامات سعره 540 المحبس منو المحبس زين خلينا ناخذ رايهم عاد انتظر انت مجال ليش تعبتني خليتي توزن السعر هذا المحبس سعره 540,000 لا مو يجوز لا ماكو يجوز تطلع قطعه ثانيه اكيد شلون نضم البضاعه
يلا شايفين الف خير. وهذا المحبس اللي كتلتوا نفسكم عليه اضمه على وجه الوان. ها شنو كراتشي؟ شو اليوم يعني اليوم ناويين تجردوني من الذهب؟ لا حاجه هذا المحبس ان شاء الله. طبعا ها والتصيحون وين هذا اللي علق علي اسمه؟ ذكرت اسمك وقف بالي يصيحون الرواتب. شوفوا لي هذا المحبس الاكس، شوفوا ايش قد حلو. اي دبل اكس كلش حلو. نشوف الوزن والسعر. وزنه 4 غرامات و990، سعره 385 الف. السعر 385 الف. شوفيني بعد محابس ضخمه تدللون. هسه اشوفكم محابس ضخمه. تمام ابو الورده شوفوا لي هذا المحبس. اربع الكاميرا تمام. يعني هاي ازهار الربيع هذا البيبش المحبس حلو. ايش قد سعره حبيبتي؟ المحبس سعره 1,300,000. مو تمام. وين هالورقه؟ انا كاتبتها لكم. وين ال اي هذا المحبس 1,300,000. هذا 1,300,000. وهذا المحبس حنشوف انا وياكم وزنه وسعره. هذا برازيلي الذهب يعني مسلمتك بيد الله. الملايين مسلمتك بيد الله يعني اذا برازيلي متوازي احكي بالملايين هاني وبالوزن. سعره 600,000 هذا المحبس. السعر 600,000. القلاد اللي لبستها ايش قد سعرها؟ سعرها 7,515,000. نشوف باقي المحابس. بتوت تمام. هوني دا انوع لهم. شوفوا لي هذا المحبس. شوفوا شلون جمال. يعني شنو راح ابقى فاتحه بس للصبح؟ قيس قيس شنو عراقي الذهب؟ عيوني ذهبنا ما بي اي شيء عراقي، ذهبنا كله مستورد خليجي تركي ايطالي. نشتري من عندكم عراقي لكن من بيع العراقي. الامل بالله شلون طلعون السعر؟ وضحي كيف تحسبونه حبيبتي انت. سعر الذهب اني طبعا لان شويه يعني دا يصير لود، يعني ما لحق اقرا تعليقات ولا الحق اعرض كل البضاعه. فالسؤال عن الذهب شلون تحسبوه تقدرين تراسلين الصفحه راح يجاوبوش الادمنيه وتدلين من عيونه راح يجاوبوش الطريقه شلون نحسب بيها الذهب. شوفوا لي دولي البتوت. دولي البتوت شوفوا شلون جمال. جمال فد شيء مو طبيعي. وزنهم شنو بالاجور اهم شيء؟ الناس تحب تسمع على الاجور. اي اكيد انا كل القطع هنا اللي اعرضها هي اجورها فقط 4,000 على الغرام. كل القطع الموجوده عندنا اجورها 4,000 على الغرام. سعرهم اللي بتوت سعرهم 7,265,000. 7,265,000. اذكر تمام اذكر بعنواننا. عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق. اجورنا فقط 4,000 على غرام. سعر الذهب اليوم 335 نبيع و 325 نشتري من عندكم. عندنا خدمة توصيل لكل محافظات العراق من الشمال للجنوب. طبعا بدلوه اخذوا غيره؟ اوكي رجع لي المحبس. اي هذا كلش حلو. بالعافية عليكم. شايفين الف خير. هذا المحبس اللي رجع ايش قلت ثاني سعره؟ 540. مذكرين قوي. اي هذا المحبس 540. تمام. دولي البتوت شوفوا لي دولي البتوت. اشياءاتي قامت تشلب. اشياءات شوفوا جمال البتوت. شوفوا الترتيب.
واللمعاش قد حلوه. نشوف الوزن والسعر. وزنهم 80 غرام و890، سعرهم 5 ملايين و745 الف. السعر 5 ملايين و745 الف. نرجع على المحبس. انا هذا المحبس ما انطيت لا وزن ولا سعر، ظليت لابسته. الوزن، وزنه نشوف وزنه. وزنه 6 غرامات و760، سعره 480 الف. هذا المحبس سعره 480 الف. طبعا مثل ما اقول لكم دائما انه اي قطعه هنا تعجبكم 105 و810، اي سعرها 7 ملايين و515. مثل ما اقول لكم دائما انه اي قطعه هنا تعجبكم تقدرون تاخذوا لها السكرين وتدزون اياها على الخاص، ندز لكم تفاصيلها، لان هواي ما يلحقون على تفاصيلها او ما يعني ما يسمعون السعر الوزن كل شيء. صير شوفوا لي هذا المحبس، شوفوا لي جمال هذا المحبس. ابو شموس الهلالي التراتشي مالتك ايش قد السعر؟ التراتشي خليني اشوف لك بالورقه كاتبتهم ثاني. التراتشي وزنهم 14 غرام، شوفوا لي اياهم وزنهم 14 غرام و690، سعرهم مليون و45 الف. سعر مليون و45 الف. للي يعجبه التراتشي اي شيء من اللي لابسته ومن القطع اللي راح اعرضها ياخذ لها سكرين. رقية حسن، شو وقت ينزل الذهب ما نقدر نشتري غالي؟ حبيبتي هي هاي اسعار بورصة، يعني ما نعرف ولا اي صايغ بدنيا يقدر يعرف انه شو وقت يصعد الذهب وش وقت ينزل، لان هاي بورصة يعني شيء مو بيدنا. هذا انا قلت سعر وزنه؟ مفروض سعره؟ مفروض؟ لا ما قلته، ما شفت وزنه. هذا وزنه 9 غرامات و150، سعره 650 الف. السعر 650 الف. شوف وين ضامها لعد؟ ما يصير يعني لازم تباع لين ينصدمون شوي 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 عليهم. شوفوا البتوت، شوفوا الجمال، شوفوا ايش قد حلوه. طبعا هذا اللي بيهم ذهب ابيض؟ لا هذا لون. شوفوا ايش قد حلوات. نشوف الوزن مالتهم. هذا طبعا ما ياخذ من الوزن نهائيا. اللون ما ياخذ من الوزن؟ لا هذا هذا مو مينا يعني هيك لون. تمام. وزنهم 120 غرام، يعني تقول لهم انه هذا وزن الذهب فقط. 120 غرام و870، سعرهم 8 ملايين و580. سعرهم 8 ملايين و580. اسم اريد اوصي بيش فرحة عمري. حبيبتي حسب الوزن حسب الديزاين اللي انت رايدته، فاذا عندك ديزاين معين انت رايدته تقدرين ترسلنا اياه على الخاص ونصيغ لك مثله ويكمل خلال 10 ايام الصياغه. شوفوا لي هذا المحبس، شوفوا جمال هذا المحبس. حجي سلو، ممكن نعرف سعر السلسله اللي لابستها انت؟ سعرها 7 ملايين و515 الف. 7 ملايين و515 الف. هذا المحبس شوفوا جماله. ها عيني التراتشي سعرهم مليون و45. عفان كولا، اريد صور بالواتساب تتدلل. انت راسلنا على الواتساب وندز لك كل اي قطعه انت رايدها، ندز لك الصور والموديلات اللي تريدها واختار اللي عجبك. ام رائد، لا حبيبتي ما يروح لونه. شوفوا جمال المحبس وشوفوا لمعته ايش قد حلوه. نشوف الوزن والسعر. وزنه 10 غرامات و450، سعره 740 الف. السعر 740 الف. عليكم السلام ورحمة. نشوف ملابس دولي الملاوي. رعد ها عيني شلون؟ ايش بيه؟ سعره مليون و300. شوفوا لي دولي الملاوي، شوفوا جمال الملاوي. دولي ملاوي شوفوا ايش قد حلوات. مثل ما اقول لكم دائما اي قطعه هنا تعجبكم تقدرون تاخذوا لها سكرين دزونها على الخاص، ندز لكم تفاصيلها كوزن وسعر.
ماهر الشمر الجلادر مال ستيتش بيش، الجلادر سعرها 7,515,000، 7,515,000. نشوف باقي المحابس، شوفوا لي هذا المحبس. مساء الورد على عيونكم والمحبة، اهلا وسهلا بكم. شوفوا جمال المحبس ايش قد حلو. نشوف الوزن، وزنه سعره 340,000، السعر 340,000. شوفوا شوفوا انا صادق دلنوع لكم، وين لاقين هيج دلال. شوفوا لي دوي الملاوي، الملاوي تعجبكم اخذوا لها سكرين. شوفوا الجمال، شوفوا الفخامة، يعني فد شي كلش حلو وكلش كشخة. وزن المحبس اللي بايدك وزنه 18 غرام و310، وزنه 18 غرام، 18 غرام و310 سنان. بس ال انتي لبستي الذهب يعني صار مستعمل، يعني هاي بس لبسته شويه وراح انزعه وهي صار مستعمل، على قولت عليها نمونه. شفت طبعا يا سعر المحبس، المحبس وزنه 18 غرام و310، سعره 1,300,000. بعد لا تلبسينه. لا ما البس. بكلنسه. عم نصدق تحكي. دولي الوزن. ايش قد سعر حلقات بها قطعتين؟ يعني قصدش لتوين لو شنو؟ شوفوا لي دولي الملاوي، شوفوا جمالهم والديزاين مالتهم ايش قد حلو، يعني شيء روعه مو طبيعي. وشوفوا لي دولي طبعا كل البضاعه دولي خليجي، كل كتله تجورها 4000 دينار فقط للغرام الواحد. بضاعتنا مستورده من اقل المناشئ العالميه، تركي ايطالي خليجي. لا نتعامل بالذهب العراقي، الذهب العراقي فقط اللي عنده ذهب عراقي يريد يبيعه نشتري بالمحل، ما نبيع نهائيا الذهب العراقي، يعني نشتري العراقي بس ما نبيع. ومثل ما تعرفون اجورنا ارخص اجور ذهب على مستوى العراق، اجورنا هي 4000 دينار فقط للغرام الواحد. عنواننا بغداد، شارع فلسطين، مول النخيل، اسم المحل صياغه جودي بالطابق الثاني. تحياتي لكم، لك القياده. الي المايك. دولي شوفوا لي اياهم ايش قد حلوات، دولي خليجي كلكته، شوفوا جمالهم وديزاينهم واللمعه مالتهم ايش قد حلوه، يعني لمعتهم كلش قويه. نشوف وزنهم وسعرهم، وزنهم 60 غرام و290، سعرهم 4,280,000، السعر 4,280,000. فلور ريد السعر المثقال ببيش، المثقال 335 نبيع و325 نشتري من عندكم. شوفوا اللي يسأل على الساعة، شوفوا هاي الساعة وشوفوا دولي الملاوي، شوفوا ايش قد حلوة. طبعا الساعة وزنها 55 غرام، مو تمام؟ اي شوفوا شوفوا دولي الملاوي، تعجبكم اي قطعة تاخذوا لها سكرين وتدزون اياها على الخاص، ندزلكم التفاصيل مالتها كوزن وسعر وتدللون. نشوف اكمل لكم المحابس، شوفوا لي هذا المحبس، شوفوا هذا المحبس، شوفوا شلون جمال جماله، يعني كلش حلو. طبعا هذا المحبس فري سايز، يلبس كل الاحجام. واقول لكم وزنه وسعره،
3 غرامات و 180 سعره 220 ألف. هذا المحبس سعره 220 ألف. قيس ساعة ذهب؟ نعم الساعة هي ذهب. 220 ألف قلت لكم. وشوفوا لي دولي البتوت، دولي البتوت ثلاث قطع خشنات جدا. اي فقط ثلاث قطع. يعني ذولا ما يلبسون ستة، لأن إذا تلبسينهم ستة تصيرين مو نعمة الله دبل نعمة الله. أي لا ما يعني هم ما يلبسون. لأن هم ثلاثة وبخمات. يعني كفن الإيد. أي الخشنات. شوفوا جمالهم إيش قد حلو. وإذا بعد شوية أخشن يصيرون اثنينات. يعني هو كل إيه سايز معين يعني. أي. طبعاً 72 غرام دولي و 310 سعرهم 5,135,000. السعر 5,135,000. يعني شوف رجعهم رجعهم. شوف دولة ثلاثة ودولة ستة. أي لا الخشن ستة لو ثلاثة. فدولة الناعمين ستة والخشنين يجون ثلاثة أو اثنين. القلادة اللي لبستها ايش قد سعرها؟ سعرها 7,515,000. نشوف الباقي البتوت. شوفوا جمال البتوت، يعني وجبة جديدة مو طبيعية وكلها أشياء روعة وتجنن. ماكو هيد جمال. اللي عنده فلوس أحسن مظام يجي يشتري. والله الذهب فلوسه بي، يعني ما خسرانين إذا اشتريته ذهب. هذا المحبس 220 ألف؟ نعم 225 ألف. مو هذا اللابس اللي هو هذا. لا تضغط على رقم واحد. خاف على بالكم ترى مو هذا، هذا 220 ألف. شوفوا لي دولي البتوت، دولي البتوت البرم، دولي موجود منهم أوزان مختلفة وقياسات مختلفة، كل القياسات موجودة بدولي البتوت البرم. هاي سيتين دولي. أي. خلنا ناخذ واحد. ماكو مشكلة، المهم هم نفس الشيء بس الأوزان. المهم أوزانهم مختلفة، هي نفس الشيء نفس الشكل ماكو أي فرق، لكن الأوزان تختلف والقياسات تختلف. ايش قد سعرهم هذول البتوت؟ اي بتوت من عندهم؟ وين محلكم؟ طبعا ارجع واذكر اللي يسال على عنواننا وعلى سعر الذهب. عنواننا بغداد شارع فلسطين مولي النخيل الطابق الثاني. سعر الذهب اليوم 335 نبيع و 325 نشتري من عندكم. اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا فقط 4000 على غرام. توصيل ايش قد المحافظات؟ تمام توصيلنا للمحافظات 10,000، اما بغداد فهو 5,000، وعندنا توصيل كل محافظات العراق من الشمال للجنوب. عطر الجاردينيا هو اصلا ماكو فلوس، مضامين. ليش مضامين؟ غير تضمون فلوس على مود تشترون ذهب؟ وين لميتوه لعاد رواتبكم اللي قاطعيها؟ وين وديتوها؟ نشوف هذا المحبس. شوفوا البرم مثل بتوتي. شوفوا لي هذا المحبس. رقية الطائي الملاوي ايش قد سعرهم اللي بايدك؟ الملاوي اللي بايدي ايش قد سعرهم؟ انا قلت ذولي سعرهم. سعرهم 4,835,000. 4,835,000. هذا الفراشة كلش حلو هذا المحبس. خلع اشوف مو هذا. شوفوا لي هذا المحبس، نشوف وزنه وسعره. ولا راح نعرض لهم سيتات بس العقد راح اعرضه. تمام تمام اوكي راح نعرض لكم سيتات فقط العقد حتى تصير عندكم تصور عن الموضوع، لان ما اقدر اجيبهم. اي لان يسالون على التخام. السيتات فقط العقد حنعرض لكم اياه. تمام هذا المحبس وزنه 5 غرامات و 890 سعره 420,000. السعر 420,000. ورجينا حلقات. شوفوا لي هذا
طبعا دولي اللي راح اشوفهم لكم هذا التخم كامل، يعني تراتشي القلاده والتراتشي والسوار والمحبس، بس اني راح اعرض لكم بس القلاده على مود اللي تعجبكم انزل لكم التخم الكامل مالته يعني بالصور. اذا تراسلنا على البيج على الخاص ندزلكم صورته كامله ووزنه وسعره. اللي تعجبه اي قلاده من هذا التخم ياخذ لها سكرين ويدزلها على الخاص. اي هاي نشوف الثاني باسم سالم، فضه رجال اكو، نعتذر جدا احنا فقط ذهب صياغه. شوفوا هذا، شوفوا شلون جمال. ام علي هو وين اكو راتب حتى نشتري؟ اجلي هذا البث المباشر من نستلم راتب. حبيبتي ام علي متى تستلمين راتب دزي لنا رساله قولي اني استلمت راتب على مود مسوي لك بث خصيصا لك. شوفوا لي هذا، هاي اليوم الرواتب مو للموظفين حتى ما تزعلون، هذه الكسبه. اي لان اكو عالم يعني مستلمين رواتب ترى. لا لا ما لها علاقه بالرواتب، خلي ما نسولف على الرواتب. ها هذا اليوم البث للكسبه، الموظفين سالفتهم تعبانه. الله ان شاء الله يفرج عليكم يا ربي، الله يرزقكم يا رب ان شاء الله. في اثنين ان شاء الله. شوفوا لي هذا، هاي طبعا كلها سيتات، بدنا نعرض فقط العقد، يعني ما نعرض السوار مالته، المحبس مالته، التراشي مالته، مبين كلها موجودة. مبين احمد الخفاجي عصب كلش، بس اعصابك شويه. شوفوا لي هذا، طبعا مثل ما قلت لكم انا دا اعرض لكم فقط القلاده، وهذا التخم كامل يعني تراشي وقلاده وسوار ومحبس. شوفوا لي هذا، شوفوا الجمال والترتيب، شوفوا النقاوة مال الذهب ايش قد حلو. حميد خلف العطوي، ايش قد سعر المثقال؟ المثقال 335 نبيع و325 نشتري من عندكم، على اساس راتبنا 5 ملايين. حبيبتي الحمد لله، المهم مستورين والصحة والعافية والسلامة وان شاء الله مرزوقين يا ربي. شوفوا لي هاي القلادة، مثل ما قلت لكم هاي تخم كامل. هسه ارجع اكمل لكم، انا قلت لكم هذا المحبس؟ لا يمكن ما قلت، اي ما قلت. هذا المحبس شوفوا، شوفوا الجمال. وزنه 6 غرامات و520، سعره 460,000. 460,000. نشوف، راح اشوفكم هذا السوار. شوفوا لي هذا السوار، رحيق المختوم، اهلا وسهلا بك عمري، انت انت اللي منورتنا حبيبتي. شوفوا لي هذا السوار ايش قد حلو، وهذا مقلوبي. عيت الكرسي؟ اه اي ليش مقلوبي؟ شلون تروح عند الساعة؟ لا مو هيك، لازم هيك اسوي، مو هيك انا هيك بسويته. المهم بآيت الكرسي. المهم شوفوا لي هاند ميد ايطالي، تمام، اجوره 4000 دينار فقط. شوفوا جماله، شوفوا جماله وترتيبه، فد شيء روعة يعني، شغل مو طبيعي. هاجر احمد ايش قد اسعار التخم؟ حبيبتي التخم اني طبعا ما قدرت اعرضه لكم كامل، اني عرضت لكم بس القلاده، فانتي اي تخم عجبك تقدرين اخذتي له سكرين او ما اخذت له. المهم راسلينا على البيج على الصفحه الخاصه مالتنا، وراح يدزولك صور كل التخم واختاري اللي عجبك وينطوش السعر والوزن وتدللين من عيوننا. عمري انتي نورتيني. هذا نشوف وزنه وسعره، هذا السوار وزنه ايش قد بالله؟ 36 غرام، 36 غرام مو 840، سعره مليونين و615 الف، 200 العفو مليونين و615 الف. طبعا اعتذر عن الضوضاء الصايره هنا، بس شويه المحل ازدحام،
فنعتذر على اللي مدى يفهمون او مدى يسمعون، نعتذر جدا. هذا المحبس نشوف الوزن مالته وسعره. وزن العفو 5 ملايين شنو؟ وزنه 5 و620، سعره 400 ألف، السعر 400 ألف. أولادي جنتي التراشي لابستهم بيش والوزن تمام. التراشي وزنهم 14 غرام و310، سعرهم 1,045,000. سعر التراشي 1,045,000. علاء الدعمي سلسلة ايش قد سعرها خليجي خناقي؟ تحياتي للجميع، تحياتنا إلك والتوفيق للجميع يا ربي. إذا تسأل على قلادة الكرسي جابر هذا فهو سعره 7,515,000. نشوف باقي المحابس. شوفوا لي هذا المحبس، شوفوا شلون جماله. المحبس ايش قد السعر؟ هذا المحبس سعره 1,300,000، السعر 1,300,000. وهذا راح نشوف وزنه وسعره. هذا المحبس سعره 305,000. اكمل لكم التراشي، شوفوا لي دوري التراشي، شوفوا الجمال. طبعا بيهم نقشة فيرزاتشي. عبد الله سالم، لو عندي 400,000 ما اضل بالعراق. طبعا 400، خل انطيك فكره، 400,000 حتى ما تكفي الطياره ترى. وقعن هاي على طاري. اي والله على طاري 400,000. شوفوا لي هذا المحبس شلون سعر الذهب. صفاء البياتي، بس انت من تنطيني الاسعار ما تضيفين الاجور. لا، اني السعر اللي انطي لكم هذا السعر النهائي، السعر كامل هو والاجور اني دا انطيه. شوفوا لي هذا المحبس، هذا المحبس وزنه شقد؟ وزنه 5 غرامات و230، سعره 370,000، السعر 370,000. المحبس ايش قد سعره؟ اللي يسأل على المحبس سعره 1,300,000، السعر 1,300,000. دينيز، ذهب عراقي؟ لا حبيبتي، الذهب كله مستورد خليجي تركي ايطالي، ما عندنا ذهب عراقي، نشتري منكم العراقي لكن ما نبيع ذهب عراقي. نشوف تراشي، شوفوا ذولي التراشي الليرات، هل اخليكم على قطعة سوداء على مود تشوفوهم. عرض اسراء عباس، عرضوا حلقات تدللين عمري انت، هسه نعرض لك الحلقات. شوفوا ذولي التراشي، ذولي تراشي الليرات. نشوف الوزن مالتهم ونشوف السعر. ناصر علي وقع من الطياره. هاي هو ال 400,000. 6 غرامات تراتشي الليرات، وزنهم 6 غرامات و920، سعرهم 490,000، سعرهم 490,000. ايش قد؟ وين تعليق؟ وين راح؟ ايش قد سعر التراتشي الوقعن؟ هن وينهن؟ ذني مو تدللون تأمرون امر، هسه نعطيكم وزنهم وسعرهم. خلي اسدهم. ذولي اللي هم ذولي، خل انطيكم وزنهم وسعرهم. 4.71، سعرهم 365,000، سعرهم 365,000. دنيا عيني ايش قد سعر الغرام؟ حبيبتي انت سعر الغرام كامل هو والاجور 71. شوفوا لي ذولي التراشي، شوفوا جمال هاي التراشي ايش قد حلوه.
يعني تراتشي مو طبيعية. شوفوا النزاكة طبعا هنا ما يتبتن اول شيء على مود يشوفون النزاكة. مش وقت يتبتن هنا دائما يرقصن لاني اي صدق. شوفوا جد حلوات، شوفوا شلون نازكات وشلون جمال. راح نشوف وزنهم انا وياكم ونعطيكم سعرهم. سعرهم 380 الف، السعر 380 الف. علوش العراقي وين مكانكم بالضبط؟ ارجع واذكر عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. سعر الذهب اليوم 335 نبيع و 325 نشتري من عندكم. اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا فقط 4000 على غرام. كل القطع اللي دا اعرضها لكم هي فقط 4000 على غرام. عندنا خدمه توصيل لكل محافظات العراق من الشمال للجنوب. ابو مخلص الخفاجي اين العنوان؟ العنوان بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. اجورتهم غالية. اجورنا غالية؟ اصلا ماكو ارخص من اجورنا، ماكو هيجي رخص، ما تلقون والله بكل مكان ما تلقون هيجي اجور، يعني فقط 4000 على غرام. وين لاقين؟ بعد وين وين الغلب الموضوع؟ ايش قد سعر الغرام عزيزتي؟ سلطان الراشدي سعر الغرام كامل هو والاجور 71. شوفوا لي جمال هذا المحبس. شوفوا الحلقة مالته. كلش حلو. على طار الحلقة أنا نسيت رادة وحلقات ممكن استاند من ها محضرين. انت مو زينة. عيوني قامت ما تشوف. 5 غرامات هذا المحبس، 5 غرامات و 870. سعرهم 415. سعر المحبس 415000. التراتشي اللي لابستهم ايش قد سعرهم؟ التراتشي خلي اقربهم لكم. سعر التراتشي 1,045,000. سعرهم مليون، هن مشربات هنا، سعرهم 1,045,000. هسه اشوفكم باقي التراتشي. شوفوا لي دول التراتشي، اريد حلقه رجالي ايش قد سعرها؟ عين ست تمرين تدللون. هسه اشوفكم الحلقات. شوفوا دولي التراتشي، دولي التراتشي وزنهم 5 غرامات و910، سعرهم 420000. السعر 420000. هبه يحيى عندكم توصيل اوروبا؟ طبعا نعتذر من زبائننا اللي خارج العراق بكل دول العالم، نعتذر جدا من عندكم لان ما عندنا اي توصيل خارج العراق، توصيلنا فقط داخل العراق وداخل العراق من الشمال للجنوب باي محافظه وين ما تكونون بكل محافظات العراق. مهند ابو احمد ليش انت وينك بالعراق لو خارج العراق؟ احنا بالعراق بغداد شارع فلسطين مول النخيل، بس انا دا اقصد زبائننا اللي خارج العراق هوايد يطلبون دا يسالون انه اكو توصيل الخارج العراق، يعني بالدول الاوروبيه العربيه بكل الدول دا يسالون عندكم توصيل خارج العراق، فاني اعتذر منكم جدا جدا. نشوف الحلقات. لا هذا المحبس قبل الحلقات اشوفكم هذا المحبس، يا محبس خرافي. شوفوا هذا طلسم الامام علي مو تمام؟ شوفوا ايش قد حلو. اي وضحها تمام. شوفوا شلون جمال وشلون ترتيب. نشوف الوزن والسعر، طبعا وزنه هو 7 غرامات من 0.9، سعره 505000. 505000. ابو احمد رمضان انا سوري في توصيل المانيا، اهلا وسهلا بك وكل اهلنا اللي بسوريا، لكن نعتذر من عندك ما عندنا اي توصيل خارج العراق، توصيلنا فقط داخل العراق. ابو يوسف ام يوسف العفو، السوار اللي بايدك ايش قد سعره؟ السوار اللي بايدي خل نشوف، انا قلتها قبل شويه بس انسى الاسعار. وزنه 36 غرام و840. سعره 1,615,000. 1,615,000. في توصيل الألمانية نعتذر جدا، توصيلنا فقط داخل العراق، يعني زبائننا هواي عندنا هواي عندنا متابعين وزبائن من خارج العراق، لكن توصيل خارج العراق نعتذر جدا من عندكم ما عندنا.
زهراء زهراء مساء الخير، مساء النور والورد والمحبة على عيونكم وعليك يا زهراء حبيبتي نورتيني. شوفوا الحلقات، ماجد حميد مساءك عسل، مساء الورد عليك نورتنا، اهلا وسهلا بك. شوفوا هاي الحلقة، نور الملائكة أسعاركم جدا غالية، حسب على المثقال تأخذون 57,000 بينما على المثقال التركي 45,000. طبعا إحنا أجورنا هي أرخص أجور على مستوى العراق، وإحنا على غرام ما نأخذ 57,000، إحنا على غرام الواحد 4,000 دينار، وإذا أنت حاسبتها 57,000 فيجوز حسابك غلط، لان احنا يجوز انت حاسبتها بطريقه احنا نحسبها بطريقه ثانيه. اذا تحبين تتاكدين راسلينا على البيج، راح يدزولك الطريقه شلون نحسب بيها الذهب، وراح نعطيك الطريقه وانت رجعي تاكدي بنفس الطريقه اللي احنا نحسب بيها الذهب، وراح تتاكدين انه كلامنا صحيح واجورنا هي فقط 4,000 على غرام لا اكثر. على الدنيا السلام، ليش هو سيمج قلبي، الله يساعدك عمري اشكرك انتي، بس شويه محل الزحام الهوسه اللي تسمعوها فاعتذر من عندكم، لان شويه زبائن يمنا ونعتذر من عندكم جدا على الهوسه اللي تسمعوها. الحلقه انا ما قلت لكم لا وزن ولا سعر. حيدر السالم، اكو توصيل كربلاء؟ اكيد اكو توصيل لكل محافظاتنا اللي بالعراق. شوفوا الحلقه، نشوف وزنها وسعرها. سعرها 275,000، سعرها 275,000. شوفوا هاي الحلقة الثانية. أبو ياسر التميمي أشكرك عيوني، أنت اللي منورني. شوفوا جمال هاي الحلقة، شوفوا شقد حلوة وشون جمال. نشوف وزنها 5 غرامات و470، سعرها 390,000، السعر 390,000. طبعا هاي دتشل بهنانة. هاي التراشي تشل، هي لو انزع التراشي لو انزع القلادة. اي عارضين نشالات طوال متر تدللون، كل شي تردونه راح اعرضه لكم، بس بشرط انه تصعدون البث، تسوون مشاركات، تسوون لايكات. طبعا احب اذكر انه بصفحتنا الجديده اللي هي اسمها صياغه صادق جودي، لا تنسون مثل ما قلت لكم انه تسوون لايك صفحتنا الجديده باسم صفحه صياغه صادق جودي. شوفوا لي هاي الحلقه، صعدونا البث على مود اكمل عرض البضاعة. شوفوا ام سرى، هلا ومنين البث، اهلا وسهلا بيك عمري، انت منورتنا. البث من العراق، من بغداد، شارع فلسطين، مول النخيل. شوفوا الحلقة وجمال الحلقة. شباحيات انستازيا، شباحيات عيني، اهلا وسهلا بيك انستازيا، تدللين هسه نشوف لك الشباحيات وتأمرين امر من عيوننا. الحلقه وزنها 5 غرامات و730، سعرها 405,000. نشوف الحلقه الثانيه، شوفوا شوفوا هاي الحلقه، شوفوا شلون جمال. ايش قد سعر الغرام؟ الغرام 71 كامل هو والاجور. هاي الحلقه 6.08 غرامات، سعرها 430,000، سعر خلي شويه ابعد تمام، سعر الحلقه ايش قد قلت اني 430,000. السوار العريضة اللي بايدك ايش قد وزنه، ايش قد سعره؟ سعر السوار ايش قد، انا قلت سعره، سعره 1,615,000، مليونين و615,000. طبعا اكمل لكم الحلقات. بس حكيت وين زبون جيت،
من ال 4000 لل 2900. ليش هيك واني مطمنه؟ يعني طبعا انا ما دبوع على البث اللي دا يصعد او دا ينزل، ما منتبه، مأمنه بيكم والله. ف راح نكمل الباقي. شوفوا هاي الحلقه وجمالها جد حلو. نشوف الوزن والسعر. طبعا وزنها 4 غرامات و 890، سعرها 375,000، سعر الحلقه 375,000. نشوف طبعا باقي الحلقات اكثرهم ساده، لان هواي يفضلون الساده. طبعا انا شلون ويا هاي التراشي، هاي لين فتحات عريضه بدها تدخل التراشي. شوفوا لي دول الحلقات الساده. طبعا الحلقات الساده اكثر شيء جمال، وابد ما يروح موديلها ولا ينتهي، يعني كلش حلوات وكلش مرغوبات الحلقات السادة. طبعا موجودات بأوزان مختلفة، أحجام مختلفة، مثل ما انتو تحبون وتفضلون. شوفوا هاي الحلقة، شوفوا الجمال. هاي شوفوا الوزن والسعر. وزنها 5 غرامات و720، سعرها 405,000، السعر 405,000. أم سيف، المحبس شقد سعر اللي بايدك؟ سعر المحبس 1,300,000، 1,300,000. اما الملاوي اللي دا يسال على الملاوي، خل اشوفكم شكلها. انا عرفت ان بدايه البث هواي يمكن ما لحقوا، ويا ريت يا ريت اتمنى تصعدون البث. ترى ما يصير هيك، يعني ما تسووا لي واه سعر لكم هواي طلبتوا. وين انت جيت هسه؟ ترى ما صعد. ما لا هسه مش يمي. دول الملاوي راح اشوفهم لكم من كل الجهات. شوفوا جمالهم. فصعدوا لي البث على مود. اول شيء، اول شيء اريده انه صادق ما يشمت بيه. ثاني شيء اريده منكم انه اصير لي واهس اعرض لكم هواي بضاعه، لان انتم هواي شغلات طلبتوا من عندي، فاني هاي اللي هواي شغلات ما راح اعرضها اذا ما صعدوا لي البث. شوفوا مو زبانك، هاي الزبانه، هاي زبانك. اذا زبانك ليش تشوفون؟ قولوا ما حلوات. هذه تشاور ايطاليه، بها ذهب ابيض وذهب برونزي، تمام. هاي اجورها فقط 4000 دينار على الغرام الواحد. الوزن مالتها 53 و930. طبعا هذه صح، هاي الزبانه حصن الزبانه. طبعا اني اريد اقول لهم انه قولوا السوارات اللي بتوت ما حلوه، بس انا عجبني لانها حلوات. اكو توصول راح نطلقها الاسبوع الجاي. احنا عندنا خدمه توصيل الاسبوع الجاي ان شاء الله نوفرها. يم ولا هاي طبعا مو يم. اعطي الثمن بالدولار توصول. انتو انت تسوقني. طبعا للي يريد ادري بيك سنان ده تحكي علي. اي طبعا اللي يريد. ها ليش تعرف؟ اوكي شو تقول؟ انا نسيتوني. لا، اللي سأل على الأسعار ننطيها بالدولار. طبعا يعني نادرا مية، يعني اكو بيكم يعني اعتذر جدا، بس ما يعرفون انه شلون الاسعار بالدولار. فاني اكثر الاسعار انطيها بالعراقي، ونادرا من عندكم يريد الاسعار بالدولار. فاللي اريده من عندكم انه اللي يريد السعر بالدولار يقول لي اي قطعه، واني اشوف اللي هي بالدولار وتدللون من عيوني. هاي حجول، هذه حجول ساده ايطاليه. الحجول
طبعا داخل الحجول على قولت ولا اجورهم فقط 4000 على غرام. اكو هنا تعليق اني فوتته اريد ارجع له واشوفه. لا لا مو على التوصيل دي يسألون. وين التعليق؟ والله راح راح طبعا حرامات وين تلقينه؟ ام ريحانه صوري لنا المحل فدوه، يعني اصور لك المحل والبضاعه مال المحل. وين؟ يلا ها ايش قد سعر ايش قد سعر القلاده عافيه اللي لابستها؟ جاوبي. ممكن شلون تردين شلون تردين صاعد لك البيت وما تردين علينا؟ يعني هاي كلها ما رد عليكم، والله دا ارد عليكم، يعني انا لو ما ارد عليكم كان ما عرضت لكم الحلقات اللي انا ناسيتهن والله. وما عرضت لكم هاي الاشياء كلها، وهوايدة اشوفكم يعني من اطلع البيت اشوفكم انه تسالون على تراتشي، فاني ما الحق اعرض لكم تراتشي، فاقول ان شاء الله على البث اللي جاي اعرض لكم اللي انتم تريدونه. فاني شفت بذاك البث اني ما عرضت لكم تراتشي وهواي سالوا، فهسه اني عرضت لكم تراتشي وهماتين راح اعرض لكم بعد هماتين راح اعرض لكم بعد. بس شوفوا لي هاي القطع، شوفوا شلون جمال هذا جلاس، هذه هالشكل. بس شوفوا لي ضخامتها وشكلها. الوزن ما تجد الى واضح الشون. لا هي شو موضوع 106 710 106 710. يعني بس شوفوا جماله. طبعا هذا الجلاس هو من ضمن البضاعة او من ضمن الذهب اللي تكون فلوسه بيه، يعني اول شيء كجمال وكقطعة وكوزن يعني مو طبيعي، يعني اول شيء تضمون فلوسكم بيه وش وقت ما يعجبكم تبيعونه، لان حتى بيعه شراء او بيعه يعني من تبيعوها مغالي. انا احبسكم يعني ولا من ثلاثة ما ينباع بعشرة. هيك بشرفكم ترضوها صادق يتشمت بيه؟ لا الحلو بيه شنو؟ يعني لبس كل القياسات، يعني هسه انا منها ما يطلع تمام؟ إيه يعني لابسه يطلع من يدي؟ لا لا مستحيل اتحدى والله لا ناعم. بس هو منين ينفتح تمام؟ يعني منين هالشكل؟ هذا هالشكل ينفتح ف كل جماله كلش حلو. واجوره 4000 دينار فقط للغرام الواحد. كم الغرام عينار؟ 18. احنا ما نتعامل ما عندنا 18 ذهب. اي احنا نشتري اي ذهب بس 18 ما نتعامل اصلا، ما عندنا اي عيار، فقط ال 21 نتعامل بس بعيار 21. عطر الياسمين ايش قد سعر القلادة اللي لابستها؟ القلادة اللي لابستها سعرها 7,515,000. طبعا اني من وراكم كل القطع اللي دا البسها ورا ما ينتهي البث تبقى اسعارها ببالي. عيوني اريد اطياف راحله، اريد تراتشي شويه طوال ومحبس بسعر مناسب، مو تدللين تامرين امر من عيوننا. التراتشي الطوال اني عرضت لكم طبعا تراتشي من ضمنهم التراتشي اللي اني لابستهم ذولي طوال، وعندنا بعد موديلات مثلهم موديلات مثل يعني هم طوال مثلهم بس غير موديل وغير ديزاين يعني. وراح اعرض لكم بعدها ماتين تراتشي، فاي قطعه تعجبكم تاخذوا لها سكرين وتدزونها على الخاص وندز لكم تفاصيلها. وارجع واقول لكم اللي يريد اي شيء يراسلنا على الصفحه وراح ندز له كل الصور وكل الموديلات اللي موجوده وانتم اختاروا اللي يعجبكم. راح اشوفكم شنو اني التراتشي. هذول التراتشي شوفوا ليهم، شوفوا ذولي التراتشي، شوفوا جمالهم ايش قد حلو. البتوت ايش قد السعر؟ اي بتوت من عندهم انتو؟ طبعا انا ملحق يعني ما اعرف شنو اي بتوت انتو تردون، فاللي اريد منكم راسلونا على الصفحه قولوا لهم انه فلان بتوت رايديهم وراح يدزوا لكم كل الموديلات اللي تردوها. عافيه عرضين سلاح، الله عليك ابد ما عرض سلاح،
والله طبعا اني عرضت لكم سلاح بس يجوز انتم ما شايفينه او ما ملاحقين على البث من عرضت لكم سلاح بس تدللون هسه عرض لكم سلاح ممكن سلاح اي يا ماما الاداريه عرضينا سلاح تدللون من عيوني هسه كل شيء عرض لكم انتم صعدونا البث واني هسه اعرض لكم الاشياء اللي تردوها بس على مود السلاح لا راح نتسكي اليوم راح نشوفكم السلاح هذا سلاح وبعد لان اكو بيهم يردون اوزان ثقيله واوزان خفيفه طبعا راح اشوفكم هذا السلاح هذا السلاح لان ما راح تشوفونه اكيد ما راح يشوفوا يعني نزلوا تنزل الكاميرا يشوفونه ما راح يشوفوا هيجي ما يبين تروحين شلون ارفع لكم تمام هيك شيء تمام راح الزمه منه انا وارفع لا ها هذا كان تمام هسه شوفوه يعني كلش حلو باللبس باللبس يطلع يجنن فشي مو طبيعي طبعا الاسلحه عندنا الامريكي والروسي لا طبعا كذب كله خليج هو انا صدقت انا صدقت تريدهم مو يسمون سلاح يمكن يجوز على مود الفكره مال سلاح انا اتذكر مني يلبسون سلاح هيك يخلوا صفح اي ثينك سو انا همتين اي ثينك سو شوفوا لي هذا السلاح شنو لابستها انا كل شيء لابسه اليوم كل شيء لابسه لكم واحد من واحد يسرق اي ولا يلا يلا لا صادق هسه هسه بس جاي صادق خطيه يتلخبطون يحروني يباعون بس لبس هذا باليسرى باعش جايب ليش من شيء جايب لي وراح تحيرهم يعني على يقطع راح يباعون هاي هاي بس اوقف خليش اول شيء شوفوا هذا خلي اصعده لكم وانا اروح لكم بعد شوفوا جمال مو طبيعي يجنن كلش حلو الثاني من ذيك الصفحة بعد جايب لي زين غير قطعة قطعة راح يدخول مثلي مثل ما انا دايخه صياغة جودي ندللها دلال شوفوا بعد اي وحدة هاي قدام صادق اي وحدة تجي صياغة جودي قولوا صادق موجود على مود يلبسكم مثل هذا قولوا رد نلبس شوفوا والله صادق يعني لا ناصب علي لا شوفوا انتحاريه بعد راح اجيب لك حزام ناس لا والله راح انزع خير انتوا بس شوفوا لا عندنا المشاهدين دام يصير لا بس يصير اذا يصير كتبوا يصير صدق يصير بس قولوا اكتبوا يصير لو ما يصير انه هيش ملبسني واحد منا واحد منا الله يرضاها لا بعد شوف شنو يا ترى يقولون ما يصير ها وين من قال من قال ما يصير بس شوفني انا قال حروف نرجسية روعة عجبتها وين لا قالت روعة ما قالت يصير يا بعد البسها بعد لو لا اوقف بكيفكم لا حبابين قولوا لا قولوا لا هسه خلينا نشوف التعليقات خلينا نشوف التعليقات يعني واحد منا واحد منا سعر السلاح ما واضح احكي السعر فدوى جمال بلا سعر السعر اول شيء خلينا نفض السالفه واقول لكم السعر تدللون بعد قال شوف شوف وقف روز علي قالت ما يصير لا ما يصير مين قالت ما يصير ها بعد منو صباح هدوء الليل مو كاتب يصير صباح قالت ما يصير لا ما يصير هدوء الليل قالت يصير يعني تبدا تشوفوني شيء خلي علي نفسي خلي علي نفسي ابين انا طويله على ودي تشوفون لا ترى والله ما يصير كل حلو لا حبابين قولوا ما يصير والله حلوه جدا ام سلام تحياتي لكم سلام يعني هسه بعد اشوفكم هاي بعد
رامي مصلابك يا حياتي لك، يقول بعد. بس والله شوفوا شلون جمال وشلون ترتيب، يعني كلش حلو وفد شيء روعه. وباللبس نرجسيه، حروف نرجسيه تقول حلو، عجبتها الشغله باللبس طبعا كلش حلو. ها والله بعد يقولوا ما يصير والله. يلا هات هذا لبسي عمري لله. يعني انت انتم بدك تشوفون شلون انا قاعد ادلها وهي ما تقبل. يعني واحد يعطونا ذهب يقولوا له البس بس بربك، بس قولوا لي بربكم. هسه انتم من تشترون ذهب، اذا اشتريتوا سلاح واشتريتوا حزام من تلبسون تلبسون سوى؟ طبعا لعد وين يلبسون؟ اكو واحد يلبس حزام وسلاح؟ لا يلبسون والله، تغيرتي ملابستهن. صدق؟ والله العظيم. لا ماكو هيك شيء. ليش والله يلبسون؟ الذهب كل شيء يصير. ما توقعتها من عندكم. بس خل البس لكم الحزام وشوفوا. هذا حزام ناسف، يعني تخيلي انت تطبين بعرس وانت لابستي انتحارية وتخيلي الموقف. حزام ناسف هذا. باع السيد حسن دا يقول ما يصير لا ما يصير. زي بعد كان زغرتي اكثر. ما مدى مدى اعرف. تمام. بعد راح اعطيك حزام ثاني. ما وجهي ما وجهي شو صار. هذا صغير، هذا مال كتاكي. شوفوا هذا الحزام طبعا اني هو يتصغر ويتكبر، يعني يعني سمينه ضعيفه تقدر تلبسه، يتصغر ويتكبر ماكو اي مشكله. طبعا بالنسبه لموضوع الحزام القياسات اعتبري نفسك ما جايه المحل صياغه. اي لان كل القياسات كل القياسات بكل شيء، اذا بالحزام او بالمحابس او اي قطعه هنا موجوده حتى البتوت لا تشيلين هم القياس، لان اي قياس موجود. قلت لك انت اذا تردين حزام لا تعتبرين نفسك جايه على صايغ، اعتبري نفسك جايه على محل مال احزمه، كل القياسات لي. هذا متى ينفتح؟ هاي بعد بالعافيه عليك، ما يرجع ابد ابد والله. زين اني ابد والله ما يرجع. هاي صحيح بس من اطلع اطلع فيه ابد والله ما يرجع. شوفوا الزمو هاي الحكايه، قال لي ما تنزعينه ابد ما يرجع. بس انا ما اقبلها، لازم ارجع. انا اعطيك اياها بشرط. اي شرط ايش ذهب تلبسينه؟ وبهذا البس. لا ما اريد لعن. ما اريد. ما تلبسين ذهب؟ لا ادري اللي تسويها. طبعا الاحزمه كل الموديلات كل شيء تردونه موجود. طبعا هذا الحزام اني اللي شوفته لكم. طبعا اللي شوفته لكم انه موديل الحزام، وعندنا هواي موديلات وكل الموديلات اللي انتم تردوها. السلاح طبعا شوفتكم هذا الموديل، والموديل الاضخم من عنده اللي هو هذا اللي هو هذا. طبعا هذا اكثر وزن بالسلاح. شوفوا لي طبعا هذا السلاح هو اكثر وزن، واللي يجي ورا اللي اني لبسته هسه اقل من عنده، واقل واكو اقل اكو اكثر. هذا اكثر شيء، هو هذا اللي قلت لكم عليه، هذا اكثر شيء بالاسلحه، واكو اقل من عنده واقل. يعني هذا هذا مو اكو سلاح متوسط وثقيل وخفيف، هذا من الاسلحه الثقيله المحرمه دوليا. سلاح الابيض. ايش قد سعر الحزام؟ الحزام سعره وينه ممكن وزنه؟ ايش قد وزنه؟ هذا الحزام هذا 142 142؟ وعندي بس 42 بدون ال 100، يعني من فوق اجى واكو. تمام. كل الاوزان موجوده. يعني سعره 10 ملايين و 80 الف. السعر 10 ملايين و 80 الف. طبعا ذولي التراتشي، خل اشوفكم ذولي التراتشي. شوفوا لي ذولي التراتشي، شوفوا ايش قد حلوات. طبعا ذولي التراتشي موجود بيهم السوار، وموجود بيهم العقد مالتهم هماتين. وطبعا موجودات باوزان اوزان واحجام واطوال مختلفه. شوفوا
وبعد اشوفكم. طبعا هو احنا بساعة هسه الساعة بالتسعة ونص طبعا اني شوية راح اكملكم الحلقات اللي انت او المحابس العفو اللي ردتوهن وراح ننهي وياكم البث اليوم، بس نشوفكم ذولي التراتشي. واي شيء تردونه تمام، واي شيء تردونه تراسلونا على البيج يدزولكم كل القطع اللي انتم رايديها، كل الصور كل الموديلات، واختاروا اللي تعجبكم. شوفوا لي ذولي التراتشي، شوفوا الجمال، فانتوا اخذوا سكرين للقطع اللي تعجبكم ودزلنا اياها. المحابس شوفوا لي هذا المحبس، شوفوا جمال المحبس. طبعا راح اشوفهم لكم بطريقه مختصره بسرعه وانتوا خذوا لهم سكرين وراسلونا عليهم. طبعا احب اذكر انه اوقات الدوام شويه صار بها اختلاف، اوقات الدوام صارت من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 10 بالليل، كنا لحد الساعه 11 بالليل، هسه صرنا لحد الساعه 10 ننتهي دوامنا. عنواننا اللي سيلوا على عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، سعر الذهب اليوم 335 نبيع و325 نشتري من عندكم. طبعا اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا هي فقط 4000 على الغرام، وكل القطع اللي عرضتها لكم هي اجورها فقط 4000 على الغرام. شوفوا جمال هذا المحبس. طبعا البث راح يبقى محفوظ بصفحتنا بالبيج، بصفحاتنا اثنيناتهم اللي هي صفحة اللي صياغة جودي والصفحة الثانية صياغة صادق جودي. ولا تنسون تسووا لها لايك وتسوون مشاركة للبث. على مود البث الجاي ان شاء الله بحال الله راح نحضر لكم بضاعة بعد احلى واحلى من اللي عرضناها اليوم واللي عارضيها قبل هماتين. شوفوا لي هذا المحبس، عمار العراقي من تعرضين المحابس افتحي ايدك حتى يكون واضح اكثر، مو اكو محابس صغار علي واكو محابس على قدي واكو محابس كبار علي، فاني اسد ايدي على مود يبين لكم بس شكل المحبس، وانتم لا تهتمون لان اني عندي كل المحابس و قياسات مختلفة. شوفوا هذا المحبس، ايش رايده؟ فهميني ايش رايده؟ عشقي لا ينتهي. ايش قد سعر التراتشي اللي لابستهم؟ التراتشي اللي لابستهم سعرهم 1,045,000. شوفوا هذا المحبس، استعجلت الرحيل. ايش قد سعر المحبس ابو الليره؟ طبعا انا قلت انه راح اعرض القطع بشكل سريع لان وقت دوامنا انتهى، فاي شيء تردونه اي من البضاعه كلها اللي عرضتها لكم اي شيء تردونه راسلونا على الصفحه وراح يدزلكم الصور والسعر والوزن. وشوفوا هاي تراتشي الحلقه، وايد يصيرون على هيش تراتشي حلقات. وبعد دولي، شوفوا دولي التراتشي اللي صور زهراء، الصور بايدك ايش قد حبيبتي؟ الصور بايدي سعره 1,615,000. وين المكان؟ مكاننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. احب اذكر انه عندنا ورشة متخصصة بتصليح كافة انواع الذهب. اجورنا مثل ما قلت لكم هي فقط 4000 على غرام، يعني هواي بضاعة جديدة واصلتنا وهواي ملحقت اعرض منها لكم، فانتوا راسلوني اي شيء تردونه اي شيء ببالكم بس راسلوني واحنا ندزلكم اي شيء انتوا تردونه كمواديل وكل شيء. فلهنا راح ننهي البث وياكم، ان شاء الله
بالايام الجايه بعد عندنا هوايه راح افتح وياكم بيت وهواي عندنا بضاعه راح اعرضها لكم وهواي سوالف انا وياكم وهواي مسابقات اللي ديسل على المسابقه هواي عندنا مسابقات لكم حضريها وجوائزها قيمه عندنا مسابقات جوائزها ليرة ذهب محبس ويعني راح ننوع لكم بالجوائز وهواي مسابقات انتظرونا ونشوفكم على خير وسلام ومحبة يا ربي وإن شاء الله اللي ما ماخذ راتب من الموظفين إن شاء الله يا ربي ينطوكم الراتب وإن شاء الله الرزق لكم بحيل الله يا ربي ونشوفكم على خير ومحبة وسلام وطيبة إن شاء الله مع السلامة تحياتي لكم.